أوسوريو يستحق كل إشادة؟ في مجمل المباريات اللي لعبها في يعتبر ليه بصمه معقوله جدا مع الزمالك. حلوه البدايه دي، عجبتني مباراه النهارده. لا هو من الناس اللي تشيل مباراه النهارده يعني. احنا فاكر كريم وانت بتقول لي الانتقالات وكنا بنتكلم الصفقات، قلت لك ان الموضوع عامل زي بيت مبني على حلق الالغام. مش احنا بنتكلم دايما جوه تفاصيل البيت ومتناسيين تماما ان البيت نفسه في اي لحظه مش ممكن يبقى مش موجود. فاحنا قاعدين نتكلم في لون الترابيزه والمفرش ومش عارف، فالكلام ده ممكن نتكلم فيه وننتقد أوسوريو فيه. انما لو نتناسى هو البيت مبني على حلق الغام، وأوسوريو شغال فيه هو مبني على حلق الغام. كواليتي اللعيبه مش متناسب، الظروف مش افضل شيء. فأوسوريو على مجمل تجربته من لحظه ما جه لغايه مباراه الاهلي قدم اشياء. الزمالك كان ما قبل أوسوريو بدأ يفقد حتى قدرته على مجاراة الفرق المتوسطة والفرق الأقل. يعني إنبي كان بيهرب من الهبوط لما الزمالك لعبه، وإنبي تقدم على الزمالك 2-0 والزمالك ما أظهرش ردة فعل ولا هجمة. أوسوريو رقى الزمالك شوية إلى أنه هو رقاه أنه هو دلوقتي ممكن مباريات الفرق الأقل من الزمالك، الزمالك بقى ليه شكل هجومي ومنظر. ولكن ما حدث في مباراة فيوتشر، أنا قلت معاك أن ده كان تنبيه ودرس والزمالك محظوظ. لا، هو أوسوريو واضح ان هو حتى ما اتعلمش من درس الفيوتشر. النهارده كان درس قاسي يتحمله أوسوريو.